ثم سورة المثل، تبت أي خاب وخسر. سبحان الله، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، سورة واحدة تقرأ هذه السورة في ذم هذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل لك أجر. وقد تقرأ في سيرة بعض الصحابة، هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا يحصل لك أجر كما في قراءة هذه السورة. لماذا؟ العناد، وعلى ما كني به أبو جهل. تبت خاب وخسر. يدا أبي لهب، قدم اليدين لأنها أداة للعمل، وتب هو ويديه. ما أغنى عنه، لا يغني عنه شيء، ماله وما كسب من ولد أو عشيرة أو قبيلة أو جاه أو شرف. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. منهم من آمن، حمزة و ومن الثاني؟ العباس. طيب، هؤلاء آمنوا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم ثاني من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا لكن لم يحاربوا هذا الدين، أبو طالب. وقسم حارب وعاند، وكان كفر هذا كفر معارضة، كما في المستهزئ. المستهزئ كفر كفر معاندة، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر إعراض كما حصل من أبي طالب، وكفر معارضة كما حصل من أبي جهل. هؤلاء يعني على هذا قسم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: من آمن، ومن لم يؤمن لكن لم يعارض هذا الدين كفر إعراض، والثالث نسأل الله عافية والسلامة أشد الكفر كفر معارضة، سب وشتم استهزاء وبذل الأموال، وهذه كل هذا لا ينفع. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب من مال وولد وجاه وشرف ومنزل وغير هذا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم كان الجزاء من جنس العمل، سيصلى نسأل العافية والسلامة نارا ذات لهب، وتقدم معنا الكلام عن النار نسأل العافية والسلامة. وكما حصل له حصل لزوجته، لأنها كانت مع زوجها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجزاء من جنس العمل. وامرأته حمالة الحطب، تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تخرج وهي ذات شرف ومن قريش، تخرج وتجمع الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد أي من ليف. فهي شاركت هذا الزوج في الدنيا في عذاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة هذا الدين، وكان نسأل الله العافية والسلامة تشارك في الآخرة في العذاب، نسأل الله العافية والسلامة.